أهلا وسهلا بكم لنتابع شرح المراحل التحضيرية لمن يريد الانتقال لاستخدام إحدى توزيعات لينكس. هذا الدرس سنخصصه للحديث عن أهم الأشياء التي يجب أن نقوم بها أو نعرفها قبل أن نبدأ بالتثبيت. في هذه السلسلة نركز على توزيعات لينكس مانت لأنها من بين التوزيعات الأنسب بالنسبة للمبتدئين، لكن نفس الخطوات يمكن اتباعها على أغلب التوزيعات الأخرى. إذن الدرس كما قلت سنخصصه للحديث عن أهم الأشياء التي يجب أن نعرفها أو نقوم بها قبل البدء بتثبيت توزيعات لينكس مانت. وهنا سأركز على شيء واحد فقط، ومنه ستتفرع الأجوبة على أغلب الأسئلة التي يطرحها المبتدئون أو من يريد أن يجرب إحدى التوزيعات. وهذا الشيء هو أنه يمكنك على لينكس أن تجرب النظام قبل أن تثبته. بالنسبة لي مثلا، النظام الذي أستخدم حاليا غير مثبت، أستخدمه فقط من وحدة تخزين USB، حيث أني اتبعت المراحل السابقة، قمت بتحميل ملف توزيعات لينكس مانت، قمت بحرقها على وحدة تخزين USB، وقمت بإعادة تشغيل النظام، فأقلع من وحدة تخزين USB وأعطاني النظام لأستخدمه وأجربه، ومن بعد يمكنني أن أثبته إن أردت. إذن كيف يمكن أن نستفيد من هذه الخاصية التي تسمى بالقرص الحي Live CD؟ إن سمعتم هذا المصطلح فهو المقصود به أنك يمكن أن تجرب النظام قبل أن تثبته. إذن يمكنك أولا أن تلقي نظرة على النظام كي تزيل الدهشة وربما الأفكار المسبقة. يمكن أنك سمعت أن لينكس مجرد شاشة سوداء، فيمكنك أولا أن تلقي نظرة عامة على النظام، مثلا تستعرض البرامج التي تأتي مثبتة افتراضيا من هذه القائمة. ستجد هنا البرامج المفضلة، جميع البرامج أو البرامج مثبتة أو مرتبة على حسب فئاتها. مثلا في الجرافيك تجد برنامج جيمب، في الانترنت تجد برنامج فايرفوكس، متصفح الانترنت فايرفوكس، بيجين للشات، ثاندربيرد لإدارة الرسائل الإلكترونية، ترانسميشن لملفات التورنت، في ملتي ميديا تجد مثلا VLC مثبت افتراضيا، في الأوفيس البرامج المكتبية تجد برنامج ليبر أوفيس مثبت افتراضيا، ومن هنا يمكنك الدخول لإعدادات النظام. بعد ذلك يمكنك الدخول لمدير الملفات من هذه الأيقونة أو من هنا في الأسفل، حيث يمكنك بالتالي الدخول لأقسام القرص الصلب الخاصة بك، وستلاحظ أنه يمكنك من هنا إلقاء نظرة على الأقسام التي لديك في القرص الصلب. في ويندوز تسمى بالسي دي وهكذا، في لينكس يكون لها أسماء مختلفة. التصفح يكون بشكل عادي، الضغط مرتين على اسم الملف وتنقل به كما تلاحظون. إذن حين تقوم بتثبيت إحدى توزيعات لينكس، فالأشياء التي لديك في ويندوز الملفات يمكنك الدخول لها أيضا، لكن البرامج تكون مختلفة. هذه أشياء سنتعرض لها بتفصيل في دروس مقبلة. ومن هنا في الأسفل يمكنك ملاحظة التاريخ، هذه أيقونة البطارية، الشبكة، الصوت، وهنا إمكانية التنقل بين البرامج أو النوافذ المفتوحة. الشيء الثاني الذي يمكنك القيام به وأنت تجرب النظام من القرص الحي هو التأكد من دعم النظام للعتاد الخاص بجهازك، أي التعريفات. ففي توزيعات لينكس تكون التعريفات مدمجة في النظام وليس كما في ويندوز. في ويندوز تثبت ويندوز ومن بعد تثبت التعريفات الخاصة بالعتاد، في لينكس تكون التعريفات مدمجة في النظام. فلو كان كل شيء على ما يرام من حيث الشكل، لديك الشاشة تظهر كما يجب، النوافذ تظهر كما يجب، فمعنى ذلك أن تعريف كارت الشاشة مدمج في النظام. يمكنك أيضا الدخول من هذه القائمة إلى النظام ودرايفر مانجر، مدير التعريفات في لينكس مانت، يظهر لك التعريفات الخاصة بالنظام. يمكنك أيضا التأكد من تعريف كارت الوايرلس من هذه الأيقونة التي تظهر لك الاتصالات التي لديك سواء كانت لاسلكية أو سلكية. ويمكنك لو كان لك اتصال بالانترنت الدخول لمتصفح فايرفوكس وتصفح الانترنت من القرص الحي على توزيعات لينكس مانت. الكوديكات الخاصة بفلاش، جافا، والساوند والفيديو تكون مثبتة افتراضيا حتى على القرص الحي. معنى ذلك انه يمكنك مثلا متابعة الدروس حتى الفيديوهات التي في هذه السلسلة على القرص الحي. وفي مرحلة التثبيت مثلا يمكنك ان تشاهد درس التثبيت وانت تقوم بعملية التثبيت، تشاهد الشرح وتقوم بالتطبيق. في حال كان لك عتاد ولم يتم التعرف عليه، فهناك احتمال كبير أن يتم التعرف عليه بعد التثبيت، لأنه بعد التثبيت تثبت حزمات أكثر، تثبت برامج أكثر، فيكون هناك احتمال أكبر أن يكون التعريف الخاص بذاك العتاد من بينها. بعد القيام بهذه الأشياء، أي التعرف الأول على النظام والتأكد من دعم النظام للعتاد الخاص بجهازنا، يمكنك أن تقرر هل تريد أن تثبت لينكس مانت أم لا. في حال لم تريد أن تثبته، يكفي أن تعيد التشغيل وتدخل للنظام السابق الذي كنت تستخدم، فلن تكون هناك أي تغييرات في الجهاز الخاص بك.
في حال أردت التثبيت فذلك يكون طريق هذه الأيقونة، تضغط عليها مرتين فيفتح لك مساعد التثبيت، وفيه سنشرح مراحل التثبيت في الدرس المقبل. على توزيعات لينكس مانت كما قلت من قبل، الكوديكات الخاصة بالصوت بالفيديو بفلاش بجافا مثبتة افتراضيا حتى على القرص الحي، أي أنه أثناء مرحلة التثبيت يمكنك أن تشاهد الدرس الخاص بالتثبيت الفيديو أيضا وتقوم بعملية التثبيت، تشاهد الدرس وتقوم بالتطبيق، وهذا سيسهل عليك العملية. الدرس المقبل سنخصصه لتثبيت لينكس مانت إلى جانب ويندوز، لأننا سنحافظ على النظامين، وبعد تثبيت لينكس مانت سيكون لنا إمكانية اختيار أي نظام نريد أن نشتغل به عند إقلاع الجهاز كل مرة. في درس مقبل أو في درس آخر سنرى كيفية تقسيم القرص الصلب بالتفصيل كي يتمكن الجميع من القيام بهذه العملية دون أي أخطاء. قبل أن أختم هذا الدرس أشير إلى شيئين. الشيء الأول هو أن الشرح في هذا الفيديو على توزيعة لينكس مانت بواجهة XFCE وليس واجهة سينامون التي حملناها في الدروس السابقة، والسبب هو أني واجهت مشكلة في تسجيل الدرس بواجهة سينامون، لذلك فضلت استخدام واجهة XFCE، لكن نفس الشيء ينطبق حتى في مراحل التثبيت، ليس هناك أي فرق بين الواجهات، وليس هناك أي فرق أيضا بالنسبة لتوزيعات أوبونتو وتوزيعات إليمنتري والتوزيعات المبنية على أوبونتو جميعها، نفس مراحل التثبيت، نفس إمكانية التثبيت متوفرة على هذه التوزيعات جميعها. إذن في الدرس المقبل سنلتقي مع طريقة تثبيت لينكس مانت أو أي توزيعة مبنية على أوبونتو إلى جانب ويندوز، نلتقي في ذاك الدرس إن شاء الله، إلى اللقاء.